الو، اهلين سيد فضل. رجع قريبي سيد عمران، بس شحادة طالب انك توكله محامي. الله يعطيك العافية. ان شاء الله سلامتك، ان شاء الله سلامتك. صحة صحة، خبرته انه مشي الحال، هلا شوية تانية وبجي الحكيم. وجعي ما بده حكيم يا عبد الله. لكن شو بده؟ بدي بنتي، بدي مريم. وكل الله عليك خلدون، ان شاء الله هيك بتتحسن، بتصير صحتك منيحة وبنقدر نصلها ونخبرها وبتجي تزورك. حتى لو وصلت لها ما راح تجي، صلى كل هالعمر ما اجت ما راح تقتنع وتجي. وكل الله عليك خلدون، وكل الله. حسبي الله. انت شو عم تعمل هون؟ انا جاي واقف هون. والله يا عمي ابو طلال نيتي صافيه، شهيد الله. حادي، صلي على النبي ولا تكبر راسك مع عمك ابو طلال. اللهم صلي على النبي. اعوذ بالله يا عمي عزه، انا بدي كبر راس. الله وكيلك فايت على السوق امان الله. انتوا وقفتوا بوشي. اللي بيوقف بوش اهله بيخطف اولاد هون. بدنا نوقف بوشه مين من كان يكون؟ أعوذ بالله يا عمي أبو طلال، أنا ما خطفت حدا. الله بيشهد إني ما خطفت حدا. ها؟ وهي ورقة، هي ورقة من الشرطة، بعلم الشرطة الله وكيلك طلعت من الحبس. إذا الشرطة طلعتك براءة، نحن بنحكم على الشيء اللي شافت عيوننا. على راسي عمي أبو طلال. لك إذا عمران الحراري بذات نفسه سقط حقه لأني ساعدته بترجيع أولاده. لك يا جماعة ليش هو بيصدقني؟ أنتوا ما بدكم تصدقوني. لك وفوق مني حط لي محامي، الله بيشهد. بعد إذنك عمي أبو طلال، شوف شحادة، إذا عندك نية ترجع لأهلك وناسك سلم صابر للشرطة. ما بعرف وين محله. لك يا ريت بعرف لسلمه فورا. كذاب! لا تقول كذاب، لا تغلط أسعاد. شوفوا، لا، إذا ما بدك تقر وين صابر، أنا بدي أطلع بروحك يا ندل. احكي وينه؟ وين صابر؟ احكي. نزل إيدك أسعاد. وين صابر ولا؟ وين؟ احكي. ركوشات، لا تبلي حالك فيه. تعال بعد عنه. احكي ولا تعال.